ممكن تنزله مقادير البطاطا اللي قرع عسل قصدي بتاع امبارح. عملنا قرع عسل مع عين جمل مجروش مع كاجو ني، كمان كان في ايه بسم الله قرنفل مطحون، قرفه، جوزه الطيب، السبع بهارات، والقرع عسل، وجوزه الهند المبشوره، كلها خلطناها مع بعض وتمر في الكبه كويس قوي، كورناها بقت بالطريقه دي. هحطها في شوكولاته بيضه او دارك عادي، الشوكولاته العاديه بتاعتنا، وبعد كده هحطها في الخله. خلاص اهي كرات القرع بالشوكولاته. حاضر، عندنا قرع، عندنا شوكولاته سايحه بيضه او دارك او بني، عندنا كمان تمر، عندنا عين جمل، عندنا كاجو ني، عندنا جوز هند مبشور، البهارات بتاعتنا كانت جنزبيل وقرفه وقرنفل وبهارات مشكله وجوز الطيب كمان. بصوا بنعملها كده، واول ما بنعملها كده بنجيب الخله سواء صغيره او كبيره وبنحطها، هي بتجمد، هي اوريدي بتجمد. خلاص عايزه اعمل البيضه كمان، بس انا عارفه ان اغلبكم هتعملوا الشوكولاته العاديه، البيضه من الشوكولاتات الدسمه مش اي حد بيحبها. انا بعشق الشوكولاته البيضه صراحه. نعملها كده، هي هتجمد. ممكن نعمل ايه بقى؟ بصوا كده كده خلاص، نحط الخلة على طول وهي ايه لسه محطوط فيها كده الشوكولاتة، هتجمد مع الشوكولاته. خلاص خلاص عرفتوا الفكره ايه، بتجمد وبناكلها، نطلعها اول ما الضيوف يجوا او حتى لو احنا هناكلها، وخلي بالكم بتسيح في قليل جدا، في وقت قليل جدا. اهي بصوا عامله ازاي، لولي بوب، عامله زي اللولي بوب بس لولي بوب صحيه شويه. هسيب دي بقى كده لما تبرد خالص،